الحال الصحافة الرياضية والمهتمين الرياضيين تيواكبوا المسيرة الرياضية في المغرب. ومن ضمن هذا الاهتمام الماراثون ديال الرباط. الماراثون ديال الرباط يعني كان أول انطلاقة ديالو أو الولادة ديالو سنة 2015، كان عدد المشاركين 5000. إلا أن الطموح والأمان وجودة التنظيم وحسن الاستقبال بالنسبة للعدائين وبالنسبة للمشاركين والالتزام الأخلاقي الرياضي جعل هذا الماراثون غادي وتيصعد حتى وصل في الدورة ديالو 2019 قبل جائحة كورونا 22,000 مشارك. الآن مجرد ما ترفع حالة الطوارئ بالنسبة لجائحة كورونا، الجامعة شرعت في تنظيم أو في التهيئ لهذا العرس الرياضي اللي غادي يكون نهار 30 أبريل في الدورة السادسة. إذا عندنا أمل باش يكون عدد المشاركين يتجاوز 22,000، كذلك تحطيم الأرقام القياسية بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور، وكذلك باش نحتلوا إلى توفروا هذه المعطيات غادي نكونوا يمكن من ضمن الناس اللي غادي يدخلوا اللابيل، وهذا نقطة جد مهمة في إطار التصنيف ديال الاتحاد الدولي، وأكيد غادي يكون حاضر ممثل ديال الاتحاد الدولي لمراقبة هذا سميتو. الماراثون غادي يمر من جميع المراحل من جميع المآثر التاريخية لمدينة الرباط، ولكن هذا الشيء ما تيكمل إلا ما تضافرت الجهود ديال الصحافة الرياضية والصحافة على مختلف المشارب ديالها، وكذلك المجتمع المدني والعصب الجهوية والأندية والعدائين. وشكرا. الأبطال نهار 29 غادي تعرفهم. كاين ندوه ان شاء الله. الدكتور عفيفي المدير الطبي لجامعة الملكية المغربية لعب القوى. حنا الحمد لله في لا سيزيام اديسيون ديال الماراثون انترناسيونال دو رباط. الخاصية ديال هذه السنة هو أن كنطلبوا الجامعة غتفيزي باش تاخذ لو لابيل ديال الاتحاد الدولي. طبعا هذا لو لابيل فيه دي زيكزيجونس، ما هو تقني، ما هو تنظيمي، وما هو طبي. ملي كنهضر على طبي كاين جوج الجوانب، كاين الجوانب طبي بحت وكاين الجوانب ديال محاربة المنشطات. فيما يخص الطبي غادي نهضر على جوج نقطات. النقطة الأولى هو أن الاتحاد الدولي كيكزيجي أن يكون عنده مدير طبي للماراثون، والجامعة سهرت على هذه المسألة هذه وصفت الطبيب ديال الجامعة اللي مشى دار تكوين في الماراثون انترناسيونو اللي هو الماراثون دو روم، ودار تكوين وخدا هاد التسمية ديال المدير الطبي ديال الماراثون. المسألة الثانية هو أن سيغ لو بلون أوبيراسيونيل ديال الماراثون يعني خصو اون كوفرتور ميديكال سيغ لو ماراثون كامل اي سيغتو لو باركور ديالو، وهذا الشيء كاين بزاف ديال المتداخلين اللي هي وزارة الصحة، الوقاية المدنية، لا بروتيكسيون، الوقاية المدنية، الكرواسون روج، لوبيتال شيخ زايد، و سي اش يو دو رابا اترافير سي اش يو لوبيتال ولو سامي ديالو وليكيب دو لا فيدراسيون. وهاد المجموعات كاملين كيتكتلوا في إطار ديسبوزيتيف ميديكال. هاد ديسبوزيتيف اللي كيكون كيشكل دي ديسبوزيتيف اللي كيتسماو فيكس في الخط الوصول وخلال لو باركور، وكاين دي اللي كيتسماو لي بوست ميديكو موبيل اللي كيتابعوا جميع العدائين المشاركين. وكاين الجانب الثاني هو ديال محاربه المنشطات اللي فيه ان كي تشارج اللي تري بريسي ومهم بزاف، اللي الجامعه كتوجد لورغانيزاسيون ديالو، والوكاله المغربيه لمحاربه المنشطات هي اللي غتقوم بجميع العمليات ديال المراقبه. بكره عبد الله مدير التعليم الوطني، فيعني كما كتعرف هذه السنه ماراثون الرباط يعرف واحد التحدي كبير، فالجامعه يعني وفرت جميع الوسائل اللوجستيكيه والماديه والبشريه من اجل انجاح ديالو ومن اجل يعني تحطيم جميع الارقام ان شاء الله. فلهذا يعني هذا العام كانت عندنا لي بروبوزيسيون ديال العدائين الاجانب، فكان واحد الكثافه يعني 82 عداء وعداء اجانب هادو اللي عطاونا الطلبات ديال لي بروبوزيسيون، و سجور يعني لي كونفيرمات هي تقريبا 65 عداء وعداء، فهذا يعني كيبين لك واحد العدد من ناحيه الكم
كبير، وحتى من ناحيه الكيف الكيف يعني كاين ارقام اللي هي كما درت في العرض ديالي، ارقام اللي هي ان شاء الله غتكون قويه من اجل تحطيم الارقام القياسيه ديال الماراثون، لا من ناحيه الماراثون ذكور واناث، ولا من ناحيه تسمي ماراثون ذكور واناث ان شاء الله. كمل خويا علي الملصق بين وزاره التربيه الوطنيه والجامعه الملكيه المغربيه العقبه. شكرا سي زيدي، شكرا سبورسات على هذه الاستضافه. الموضوع ديال الماراثون تاع الرباط في النسخه ديالو السادسه 2023 هو موضوع الساعه بصراحه، بان هي تدوريه اللي هي كبرى واللي هي دوليه واللي هي مهمه جدا. كل يعلم مدى اهميه الماراثونات وعلاش الدول تنظمها وعلاش المدن تتبغي تستضيفها، لاسباب اللي هي عندها طوابع اللي هي مهمه بزاف، لان التعريف بمدينه الرباط مدينه الانوار كنعرفوا بان الماراثون هذا تحت الرعايه الساميه نتاع صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، هذا هو اللي تعطته واحد الاولويه وتعطته واحد النوعيه، سواء من جانب نتاع المشاركه، لانه تنعرفوا بانه السنه الدوره 2019 قبل من كوفيد كانت 1000، كانت تقريبا 22000، هذا العام تنطمعوا باش ان شاء الله نوصلوا 25000 مشارك ومشاركه، والامر هو ان شاء الله يمكننا نحققوا، لان كان واحد اللوجيستيك اللي مدير الان واللي شرعه فيه اللجنه التنظيميه باش نوصلوا لهذ الاعداد، وان شاء الله سوف نوفق، وذلك نتاع المساهمه نتاع جميع المتدخلين في هذا الباب. كاين جانب نتاع المشاركه الدوليه كما تبعتي عبر الندوه الصحفيه، بان كاين تقريبا ما فوق 60 عداء وعداء اللي هما دوليين من جميع اقطاب العالم. وكاين النقطه الثالثه وهو لا بد باش يمكننا نضبطوا جميع الضوابط اللي هي تنظيميه واللي هي تتمشي مع دفتر التحملات نتاع الاتحاد الدولي، باش يمكن هذه النسخه هذه تاخذ لابيل، تاخذ النقطه نتاع التميز، والغايه ديالنا هو باش يصبح رقم واحد على المستوى الافريقي، لانه كاين واحد التصنيف اللي تيدار دولي، وان شاء الله الا خدمنا مزيان وكانت هكا وجميع المتدخلين كل واحد خدم في العمل ديالو في الدائره ديال الاختصاص ديالو، الا بنا نديروا هذيك القفزه النوعيه ونحققوا النتيجه اللي هي غنسعوا ليها. اهم شيء كذلك هو بانه تحتيم الارقام القياسيه خصوصا تاع الماراثون تاع الذكور ساعتين 8-12، واللي هو حنا تنخدموا عليه واحد المجموعه ديال المكونات، كل واحد يفكر من الجهه ديالو من بالمؤهلات اللي عنده كيفاش يدير باش يتحسن هذا الرقم. تنعرفوا بان مدينه الرباط راه مدينه اللي فيها تدارس مختلفه، كاين بزاف ديال العقبات، هما اللي تيجعل بانه مثلا الثلثاء الواحد تيكون التوقيت تيكون شيئا ما شويه صعيب، ولكن ان شاء الله بالليفر الارانيب اللي تكون سواء في 15 كيلومتر بالنسبه لنصف الماراثون، وكذلك الحدود 30 كيلومتر بالنسبه للماراثون، يمكن بانه يتحقق هذا الرقم هذا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وشكرا لكم انتم كمنابر اعلاميه باش جيتوا تنوروا بهذا الماراثون باش يستقطب لنا اكبر عدد من المشاركين. شكرا السي الزايدي.